الجيل الكردي الجديد الذي نشأ على ظروف مختلفة تماماً من التي نشأ عليها الجيل الذي قبله، هل كنت تخشى أن الجيل الكردي لن يكون بهذا الموقف؟ حقيقة كنت خايف، لأنه الجيل القديم قسم منهم استشهدوا، قسم منهم وصلوا مرحلة من العمر بحيث ما يقدرون يقومون بالواجب. الجيل الجديد ما كان عندهم تجربة، بس خلال أسبوع أو أسبوعين ظهر فيهم أبطال، يعني واحد يفتخر بهم الحقيقة، أبطال. طبعا في الأسبوعين الأولين صدينا الهجوم، بعدين الأسبوع الثالث سوينا استحكامات، يعني عززنا مواقعنا. الأسبوع الرابع قمنا بالهجوم المعاكس، قائد إحدى الوحدات الخاصة قام بهجوم داعش، دزوا سيارة مفخخة، شاف أنه ماكو أي حاجز، أخذ سيارته وراح وقف أمامه، ما خلى السيارة توصل إلى قواته، هو استشهد ضحى بحياته بس ما خلى السيارة توصل إلى قواته. هل الولايات المتحدة الأمريكية كانت داعمة بشكل كبير للكرد في تلك الفترة أم كانت مقصرة؟ طبعاً قبلها الأمريكان ما انطونا أي شيء، وما ضغطوا على بغداد أيضاً أن تفي بالتزاماتها، بس ورا ما صار هجوم داعش وراها بثلاث أربعة أيام بدأوا يساندونا بالجو، يعني قدمونا إسناد جوي ممتاز. الحقيقة صار تحالف دولي، يعني الكل اتصلوا بي، القيادة الأمريكية، الرئيس الفرنسي، طبعاً أنا ما أنسى أبداً زيارة الرئيس الفرنسي إلى أربيل في 12 أيلول. أربيل بعدها كانت في خطر، يعني في مرمى محيط أربيل، كان في مرمى مدافع وصواريخ داعش، هو أجا ونزل في أربيل. ألمانيا قدمونا صواريخ ميلان ضد الدرع، وهذه غيرت المعادلة. البريطانيين، الدول الأوروبية معظمها، يعني صار تحالف دول كبير، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الأردن، كلهم يعني جميل. وش كان الدور الإيراني آنذاك؟ في الأيام الأولى يعني قدمونا ذخيرة ضد الدرع، سألونا مش نقدر نسوي لكم، نانهم إحنا نريد عند قاسم سليمان يتصل بيه، هو اللي اتصل عليه؟ نعم اتصل، قال مش نقدر نسوي لكم، قلت إذا ممكن تبعثونا عتاد ضد الدرع في الار بي جي وسلاح الدوشكا. الفجر دزونا طيارتين مليانة هات الذخيرة.